الحياة في برشلونة الإسبانية تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل أن تدهس شاحنة صغيرة حشدا من المارة وزوار جادة لا رامبالا، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما، ثم لاذ سائقها بالفرار. ولم تمض ساعات حتى أعلنت الأجهزة الأمنية في كاتالونيا مقتل 5 أشخاص على يد قوة الأمن في عملية للشرطة بمنتجع كامبريلس الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن برشلونة، وأكدت أن 5 كانوا يحملون أسلحة بيضاء وأحزمة ناسفة مزيفة. وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن متحدث باسم شرطة كاتالونيا قوله أن منفذ هجوم برشلونة قد يكون من ضمن 5 مشتبه بهم قتلوا رميا بالرصاص بعد أن حاولوا تنفيذ عملية دهس ثانية ضد المارة وقوات الأمن قرب شاطئ كامباراليس. وأوضحت أن الشرطة حددت هوية 3 منهم وهم شبان من أصول مغربية تتراوح أعمارهم بين 17 و24. التحقيقات التي يجريها الأمن الإسباني على وجه السرعة كشفت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لهجوم أو لعدة هجمات أخرى في برشلونة، غير أنهم تخلوا عن خططهم تلك بسبب شح الموارد. قد عانى هذا البلد من هجمات إرهابية خلال سنوات عديدة استهدفت حياة المدنيين وكانت ضد حرياتهم وحقوقهم. إن الحرب على الإرهاب هي معركة عالمية وليست ضدنا فحسب، بل ضد كل الدول التي تدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والقيم والمبادئ التي شعرنا دائما بالفخر تجاهها. برشلونة التي ارتبط اسمها بالفن والرياضة والفرح عاشت يومين داميين واتشحت هي الأخرى بالحداد بعد أن طالتها آفة الإرهاب التي حصدت أرواح ضحايا من 34 جنسية.